السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحياتي للجمهور داخل الوطن وخارج الوطن. وخوكم الشيخ علال يهديكم كل يوم كلام، وراحنا بدينا في الحكايات يا فهم. وهذه الحكاية اللي غادي نبدأ فيها على الفقير وعلى الغني، وفيها الفقير وفيها الغني وفيها البخيل وفيها الكريم، والكريم مسمي على ربي والبخيل مسمي على الشيطان. هذه الحكاية يا سادات يا كرام، زوج نتاع الخوت، واحد غني واحد فقير. واحد سميته مرزاق واحد سميته الجلالي. هذا مرزاق ما عندوش العشان تاع ليلة، وهذا الجلالي لاباس عليه، عنده المال عنده الرزق، الخير مزلع قدامه، وهذا مرزاق الله غالب عليه، العشاء على الله والغداء على الله. لكن هذا خوه ما يعتقش بجغمان تاع الماء، كيشتشفى فيه يضحك فيه. دارت فيها المرأة نتاعو وقالت له كيفاش هذا، واحد النهار نمشيو عند خوك البلاد ونشوفوا بالك يعطينا باش نعيشوا. قال لي هو جاء عند خو هذا مرزاق، رفد المرأة نتاعه وراه جاي حتى يخلط عند هذا الجلالي خوه، فرح به عشاه بيته. الصباح فطر وقال له خويا، قال له نعم، وقال له انا راه قاقرني الشر ما عنديش، الله غالب عليا اعتقني. قال له انا ما نقلت لك ما نحييك، ما نعتقك ما نعطيك، بيتك وراني غير حشمت منك، الله يهنيك. هذا مرزاق جمولي وهي تدور فيه المرأة نتاعو، قالت له انت ما كتفكر حتى الحاجة؟ قال لها اش غادي نفكر، ما عرفت منين ندير، ما عرفت منين نخدم، لكن رب العالمين اعطاني هذا الشيء نحمدو ربي، الا راني في الدنيا فقير في الاخيرة غادي نكون غني. قالت له شوف والديك اللي سماوك هذه السمية مرزاق، راه ربي غادي يعطيك الرزق، ودبر والرجال يعني مدبرين، وشوف كيفاش غادي يدير. حنا ضعنا، هذا مرزاق واش تدار، طاح عليه البلان وناض خدم واحد القنديل، هذاك القنديل عدلو مزيان وصاوبه وريقله، ولا هذاك القنديل يخطف العقل نتاع بنادم. وقال لها هاني خدمت قنديل، ايوا قالت لها خصنا ما ناكلو، القنديل هو هذا وزين ولكن خصنا ما ناكلو. قال لها خاطيك، هذا غادي نهديه للسلطان وغادي ربي يجيب لنا الخير. هز هذاك القنديل وراه جاي غادي حتى يخلط للسلطان. قالوا له العسى اش بغيت سيدي؟ قال لهم راني انا هداي، باغي نهدي واحد الامانه للسلطان. تهدي امانه؟ وه بقى يبرح، وهداي وهداي وهداي. شافوا السلطان قال لهم دخلوه. سلام عليكم. عليكم السلام. وليدي انت اللي راك تبرح وتقول هداي هداي، اش باغي تهدي؟ قال له سيدي باغي نهدي لك هديه. هديه؟ ايه ارا نشوف. جبد له ذاك القنديل عطاه له. ذاك السلطان افرح بذاك القنديل،
جاب كل شيء عندي في القصر الناضي، بصح هذا القنديل هو اللي كان خاصني. بقى يشوف واسمه يعطيلو، أعطاه واحد المال كبير، قال له الله يساعد مساك. خينا جاب المال، دار الغلم، دار البقري، دار الجمال، شرا الخيل، فاض عليه الرزق. هذا أخوه جيلاني كسب الخبر، قال للمرأة نتاعو نوضي الله نمشي عنده، هذا خينا منين جاب هادشي؟ جايين عم عنده يعمروا بلاد، يخويوا بلاد، حتى خلطوا عند مرزاق. لما خلط عند مرزاق وكلهم شربهم فرح بيهم واحد الفرح كبير، لكن لما فرح بيهم هذا الفرح خينا راه يستنغي باش يسولو يقول له منين جاك الاموال. لما جاو خارجين قال خويا انت منين جاك هذا المال؟ كان انت العشاء على الله والغداء على الله، منين جاك هذا الرزق؟ قال له خويا، قال له واه، قال له ربي يعطي وربي اللي يقلع، إلا بغى ربي يعطيك البرد يحطب ويجيب لك، وإلا بغى ربي يقلع عليك المرأة داعيك والولاد شاهدين فيك. الله تعالى اللي يعطي، الله اللي يرزق، الله اللي يقلع، من غيره كذاب. لا تقول من تكل على هذاك يعطيني ولا هذاك كذا، لا حاشا لله، ربي اللي يعطي. إلا استعطاك العربي شي حاجة عرف باللي ربي اللي عطاها لك، هذا غير سبب باش تكون على يقين. هنا خينا اش تقال؟ قال كيفاش خويا منين جاب المال؟ قال له قول لي المال منين جبته؟ قال له يا خويا راني خدمت واحد القنديل وراني ديته للسلطان وراه عطاني هذا المال. قنديله ايه صافي، اكل اشرب ولا حتى هو والمراه نتاعو. وقال لي ها شوفي خويا مرزاق اللي كان العشاء على الله والغداء على الله، ها هو دار غير قنديل ولا تاجر. قالت لي حتى انت غادي دير واحد الحاجه باش يعطيك المال ياسر. كيفاش؟ قالت له خدم له واحد التاج من المال وهديه هديه له. ناض بعد هو اللي كان عنده وخدم واحد التاج اللي ما عمرو ما خدمو. قالت له شوف دير له واحد الربعان تاع الياقوتات في ذاك التاج، راه يدير راي المرأة. دار الربعة ديال الياقوتات ما كمل ذاك الرزق، باش كمل الياقوتات إلا بشقاتي النفس، ولا يعني ما خلاش سنتيم، كل شيء طب ذاك المال. جا غادي للسلطان هداي 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 دخلوه. لما دخلوه قال له عاش باغي تهدي؟ قال له سيدي باغي نهدي لك هذا التاج. عطاه التاج، ذاك السلطان فرح بالتاج، قال عاش غادي نعطي لهذا خينا، هذا راه المال عنده ياسر والرزق عنده ياسر، هو الرزق كل شيء طبوا على ذاك التاج، أرى نهدي له هذا القنديل. عطاه القنديل، قال له انت هديت لي هذا التاج وانا نهدي لك هذا القنديل. خينا جا خارج اتلاقى مع هذا اخوه مرزاق، قال له فين كنت يا ودي؟ قال له انا راني خدمت واحد التاج والسلطان، هي والسلطان راه عطى لي هذا القنديل. القنديل ايه؟ قال له هذا القنديل انا خدمته وهذا اللي هديته له، وانت يا هديت المال وهدالك القنديل. خينا هذاك اللي كان لاباس عليه صبح العشاء على الله والغداء على الله، وهذاك مرزق اللي كان فقير صبح تاجر، حكايتنا مشات مع الواد، وحنا يبقينا معكم يا الجواد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والحكايات راهم زايدين لقدام.